لحظة، ليش السلحفاة البحرية من أعجب المخلوقات؟ وأنا بصراحة بعد هذا الفيديو صار نفسي أربي وحدة من أقدم الكائنات اللي لسه عايشة. لقوا حفورة لإلها عمرها 120 مليون سنة، يعني هي وتي ريكس كانوا جيران. السلحفاة بالظهر الجلدي مستعدة تسافر 16,000 كيلومتر بس عشان تاكل القنديل هي بتحبه، يعني من الآخر هي بتحب بطنها، وعشان هيك وزنها بوصل 900 كيلوغرام يعني قريب الطن. عندها جي بي إس أول ما تنولد. مش هحكيكم إنها بتعرف الاتجاهات وهيك، لا لا لا، السلحفاة الأنثى بتعرف من أي عش هي طلعت وبترجع له بعد سنين طويلة عشان تحط بيضها بنفس المكان اللي هي طلعت منه. يا جماعة هاي الجملة لحالها بتطير العقل، احكوا سبحان الله. ومن كل 1000 بيضة بتحطها في بس سلحفاة واحدة بتنجو، ويمكن هي أفضل غواص ممكن تشوفه في حياتك. ما بتحتاج عدة غوص، وبتقدر تضلها تحت المي لمدة 5 ساعات على نفس واحد، وبتقدر السلحفاة تتحكم بجنس أولادها. لو بدها ذكور بتحط البيض في مكان بارد، ولو بدها إناث بتحط البيض في مكان حار.